الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق الله العظيم. السيد الرئيس، حضرات السادة، حضرات أهل وقار، لقد استعرض السيد سمير الوقائع سماتها غلو وتطرف، بهتان وتضليل، حماقة وتقوى، غدر وخيانة، وحشية وانتقام، قتل وتنكيل. ها هم المتهمون قابعون أمام عدالتكم بقفص الاتهام، وقد ظنوا في فعلهم رضا ربهم، وما ينالهم منه إلا غضبه والخلود في ناره. نعم سيد الرئيس، فما هم إلا حلقة من حلقات الضلال والتطرف والتخريب التي تحيط بمجتمعنا في الآونة الأخيرة. هم خوارق هذا العصر، هم أناس ظنوا أن الإسلام دين القتل واليهاد، دين سفك الدماء وإنذاء العباد. ادعوا الدين فتعبدوا إلى الله بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فاستحلوا دماء الأبرياء واغتسلوا بماء الغدر والجفاء. واليوم نقيم عليهم الحجة ونضع أمام عدلهم دليل ثبوت الادعاء. السيد الرئيس، الهيئة المختارة، يقتصر حديثي الآن عن أدلة إثبات الاتهام في حق المتهمين. لقد تناول السيد الزميل وقائعنا قصا وصلا، فأوفى بالكلم حرفا حرفا، والله أدعو أن يوفقني في الدليل شرحا معرفا. السيد الرئيس، لن أخوض في حديث أنتم أعلم به منا، حديث قلبنا، فلطالما مثلنا أمام محرابكم لنرتوي من طيب علمكم، فاسمحوا لي أن أعلم سريعا من أدلة دعوانا. لقد تماسكت أدلة دعوانا لتنسل عقدا لم تنفرد له حقا، فقد تنوعت الأدلة ما بين قولية وفنية لترك لنا مشاهد قوية. لقد تماسكت الأدلة وتسالفت، تعددت فتواترت، ولم يسعنا الحديث الآن لطرح كافة الأدلة الثابتة للدعوة حتى لا نطيل على حضراتكم وحرصا على ثمين وقتكم، وإنما نشير لبعض تلك الأدلة القاطعة بارتكاب المتهمين لجرمهم. اتهمت النيابة العامة في البند أولا بأمر الإحالة المتهمين من الأول حتى الرابع عشر بجريمة الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارا هدامة لأغراض إرهابية ومعتقدات تكفيرية. ويثير هذا البند تساؤلات في الأذهان، تساؤلات ليست في حاجة للبيان، لكننا نشير لبعض ما ظهر من العيان. فما الذي تدعو إليه تلك الجماعة؟ هي جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على رجال القضاء والنيابة العامة والقوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق شرع الله، كما استباحوا دماء المسيحيين واستحلوا أموالا. فمن أين استخدم تلك الأفكار والمعتقدات الإرهابية؟ إنها أفكار تنظيم داعش الإرهابي الذي يسمونه سورا وكذبا الدولة الإسلامية، فلا هي دولة ولا هي إسلامية. فكيف وقفنا على ذلك سيد الرئيس؟ هذا ما أقر لنا به المتهم الثاني أحمد سلامة علي عشمان قائلا: إحنا مؤمنين بأفكار الدولة الإسلامية. وإلى سيد الرئيس قال المتهم الأول محمود محمد عبد الدواب في ذلك: في مصر الحاكم وأعوانه بتمشوا الشرطة كفر، لازم نحاربهم لأنهم يعتبروا من الطائفة الممتنعة عن تطبيق شرع الله. ليس ذلك حسب سيد الرئيس، فقد تبان لنا المتهم الثاني مزيد من هذه الافكار المسمومه، فقال: المسيحيين مستباح دمائهم ومستحل اموالهم. من اين لكم بهذه الافكار؟ وكيف تجد سبيلا لعقيده الاغيار؟ لقد صدق رسولنا الكريم في وصفه بانهم قوم يحسنون القيل ويسلمون الفعل، يدعون الى كتاب الله وليسوا منهم في شيء، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. نعم سيد الرئيس، فلهم من سحر البيان نصيب، هكذا أولياء الشيطان. وفي ذلك وصف لنا المتهم الأول متحدثا عن مسؤول جماعته قائلا: بيسحرني الكلام وبيتكلم معايا بالدليل والقرآن والسنة، فكنت بحس إني غلطان لو بعدت عنه.
سيد الرئيس يحضرني في هذا المقام قول الحق سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. والله لو تدبروه لعقلوه وما يتذكر إلا أولو الألباب. ما هو الغرض إذن من تأسيس تلك الجماعة؟ هي جماعة تأسست لإسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بدعوى كاذبة، ألا وهي تطبيق شريعة الإسلام. فما هي وسيلته لتحقيق تلك الأغراض؟ إن الإرهاب وحده لا غيره هو وسيلته في ذلك، وهو ما اتضح جليا بإقرار المنتهى الأول قائلا: يتعين الجهاد ضد كف مؤسسات الدولة من شرطة وجيش وقضاء ونيابة لأنهم تابعين للحاكم ومش بيطبقوا شرع الله. واستقر في ذلك موضحا: والأولوية للشرطة لأن الشرطة ظلمة وكفرة. كيف يكون تطبيق الشريعة التي تزعمون احتكامها لغيرها بهذا التقليد؟ كيف تكون الدعوة إلى الله بالقتل والتخريب؟ سيد الرئيس، هذا سؤال لم نجد له إجابة بإقرارات التهنئة، بل لم نتمكن حتى من إطلاق العنان بالخيال. فالبحث عن تلك الإجابة أمر محال، بل لقد عجز المتهمون أنفسهم عن توضيح الأمر لنا. فهل هو المتهم الأول يقرر لنا قائلا: ما كنتش أعرف إزاي يتم تطبيقها بعد مكان أفراد الجيش والشرطة، وأنا ما سألتش. وأخيرا وليس آخرا، فما هي مظاهر انضمام المتهمين لتلك الجماعة؟ تبان لنا المتهم الأول أن الأمر قد تم ببيعته، عاهدوا فيها قائده أبو بكر البغدادي على السمع والطاعة. ليس هذا فحسب، بل أشهد الله على أنفسهم في ختام بيعته: عجبا لحفنة مالقين، أشهدت رب العالمين على أنفسهم ظالمين، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. صدق الله العظيم. ثم أوضح لنا المتهم الأول بأنهم قد اتخذوا من الهنا أسماء ومن الرايات السود شعارا لهم يحمل اسم التنظيم الإرهابي الذي يعتنقون أخباره ويسعون لتحقيق أغراضه. سيد الرئيس، هذا بعض من كل، والآتي أوسخ وأدب.